غريبة غريبة، يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي، يا غالش كثر عندك غلاتي وحياتي، شبيها من غيرك حياتي، غريبة تصير ضدي وانت ودي. الله الله الله. طبعا التجربة اللي هي كنت أنا أعتقد أن 75 عمل بتوصل 90 مع كاظم الساهر، ترافقته وشقيته طريق سوا، نجحته سوا، أغاني كثيرة، حبيبي، يقظة الحب، أخيرا المحكمة، كثير كثير أعمال يعني لا تعد بالفصح، كثر الحديث، كثر الحديث التي عن التي سلامي سلامي، عدد كبير، دقيت باب الجار، يعني عدد كبير. لقيت نفسك مع كاظم، ولا كان الظرف والزمن هو اللي خلى هذه التوأمة بينكم؟ لا فعلا، يعني كل الظروف مجتمعة لقيت في كثير تفاصيل يا أستاذ علي، منها جرأة كاظم. كاظم عنده جرأة مو طبيعية، يعني لما موضوع كثير من المواضيع أنا أغامر فيها لقيت روح المغامرة موجودة عنده بعشق، مثل أعمال مثل هد تكسر، مثل كثرة الحديث اللي فيها هي أجمل من شعر كريم أو كاظم في أروع لحني. وبعدين فتحنا الطريق لكثير أمور كانت فيها محاذير، فتحنا الباب لها، مثل الغناء بأوزان مختلفة، مثل موال الغربة يا دنيا أنت الحرمتيني، وتنوعت بين الفصحى وبين الشعبي. فالتجربة أنا أقول وجدنا بعضنا، وجدنا أنفسنا في بعض، وكانت التجربة. إيش نسمع من كاظم؟ إيش اللي تحبه أكثر؟ الشيء من العاطفي يعني. يا هلا بهالطول، يا هلا بهالطول، يا مية هلا، يا قضاة الحب احنا بمشكلة. قلت لحبك، قال لي وين الدليل؟ قلت رعشت ايدي والجسم النحيل، قال لا تخدعني بالغزل الجميل، قلت للدكتور نمشي ونسأله. قلت له من اهلك اخطفك واسجنك، قال شو حب التملك معدنك؟ قلت له لو مثل الغرام مجننك، قال اعقل اللي يحبش عقله. يا هلا بهالطول، يا مية هلا. قلت له عند احسن محامي بالبلد، قال تخسر. قلت من جد وجد، قال برج الحوت، قلت انا الاسد، وبرجك وبرجي يكون عائله. يا هلا بهالطول، يا مية هلا، يا قضاة الحب احنا مشكله. الله 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 الله، صح لسانك. طبعا التجارب كثيرة، يعني نجحتوا في العمل الأخير اللي هو كان اسمه المنور وكاظم الساهر، المحكمة. المحكمة نعم، نجاح كبير، وهذا دلالة أنه الأغنية واللحن الجيد حتى لو كانت الوسعة توصل للناس. كانت أيضا من الأعمال اللي فيها مغامرة؟ هي طبعا الأعمال اللي فيها مغامرة وتأخرت، يعني أنا مستغرب، كنا نشتغل أنا وكاظم عمل ثاني غير هذا العمل أيضا بالفصحى، لكن بعد ما جبت له مثال واحنا نناقش بعض والموضوع بين اقبال وادبار، يعني غامر فيه حتى انا بدايه اللحن، يعني ما كنت بصراحه متوقع ان تكون بهذا الصدد. كتبت النساء في الاغنيه اكثر، حسيت بالمراه اكثر. أي نعم، الرجل. اي نعم، احساسي هي كانت البطوله بصراحه للمراه، وزائدا انه كاظم حذف منها مقطع كان يقضي على الرجل بالقاضية فيه. إيش هذا المقطع اللي حدث؟ أسمعك لازم النص كله ونشوف اللي حدث. النص طبعا، بس مع اللي حذف، بس مع كل اللي حذف، بس هو النص آخر عبارة بالمناسبة. طبعا الحب للأسف كان بالنهاية أن يذهب الحبيبان إلى صالة القاضي، وتقدم الحبيب وهو يقول كن منصفا، كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي، كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي، إن التي أمامك الآن، تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني صدقا، جميع الهم أنستني، صارحتها وقلت مولاتي كثيرة كانت علاقاتي، قالت دع الماضي وقبلني بين ذراعيك، أنا الكل وأنا لي الحاضر والآتي. مر الزمان تغيرت، تنمرت،
واستأسفت تجبرت وتكبرت، تتقدم الحبيبة إلى القاضي: كن منصفا يا سيد القاضي، تخونني لغتي وألفاظي، إن الذي أمامك الآن رجل الرجال بأعيني كان، أحببته حبا بلا حد، صرت له بيتا من الورد، أعطيته ثقتي بلا حد، صارحني وبصوته جرح، حبيبتي أستاذتي أنت، أنت حياتي أنت آمالي، كثيرة كانت علاقاتي، فشربت أدمعه ونسيت قسوته، وقلت له بين ذراعيك أنا الكل وأنا لي الحاضر والآتي، إن الذي أمامك الآن أشبعني ظلما وحرمانا. مر الزمان، تغير تنمر تجبر وتكبر، يتقدم الرجل: كن منصفا يا سيد القاضي، صبر الجميل تجاوز الصبر، لغة الحوار تحولت جمرة، صبر الجميل لم يعد صبرا، كادت تحول بيتنا قبرا، فإن تشم في يدي عطرا تصرخ تلك امرأة أخرى، وإن رأتني سارحا جنبها فورا تصير امرأة أخرى، غيرتها مرض يوسوس لي، فعلا أحن لذلك الماضي حتى ضياعي صرت أعشقه. أطلق يدي سيد القاضي، وبما ستحكم إنني راضي، سلها تؤكد كل أقوالي، وبما ستحكم إنني راضي، كن منصفا يا سيد القاضي. تتقدم المرأة: عيني على سهراته الكبرى، وتكررت سهراته الكبرى، يوما أراه ويختفي شهرا، عذر يناقض سيدي عذرا، من بيت صاحبة إلى أخرى، فالشلة الأولى أعادته لضلاله وضياعه الماضي، كن منصفا يا سيد القاضي، مشكلة الحاضر للماضي. هاي العبارة الأخيرة اللي كان قضت تماما، لأن هي كل شيء للمرأة وأعذارها وحججها منطقية. نعم أستاذ كريم، شكرا لك من الأعماق، وأبغاك تعطيني وعد أنه ما تكون هذه الجاية الأخيرة، الزيارة الأولى والأخيرة. شو خلص اللقاء؟ تخيل أنا حزين أكثر منك. اللي محضر لك جديد، أول مرة أقرأ. دائما الوقت مع الناس الرائعين يمر بسرعة. شكرا يا أبو العلا، وعدت كثير من الأصدقاء اليوم بأعمال جديدة، وأنا أقول شيء أشياء جديدة، بس إن شاء الله. طيب عندنا دقيقة، عندنا طيب نقول شيء جديد نأخذنا من الجنري. تكفينا الدقيقة؟ أنا دقيقة ونص دقيقة. من الألوان أو ما أدري، ما أعرف بين لعبة البلياردو بين الرسام بين الألوان، حتى لا يضيع علينا الوقت. في شو أقول لك؟ الألوان بدون شرح. حي الجميلة بالقميص الأبيض، مطر وبرد حلوتي لا تمرضي، هل تسمحي لي أن أعيرك معطفي والرأي ورأيك، إنما لا ترفضي. حي الجميلة بالقميص الأسود، ماذا فعلت بعاشق متمردي، أدى التحية في مقامك هاتفا، من سيدي، من سيد لي، أنت وحدك سيدي، من سيد لي، أنت وحدك سيدي. حي الجميلة بالقميص الأصفر، كم سعره حتى قميصا أشتري، هي نزوة مني لأكتب فوقه تلك التي هزت جميع مشاعري. حي الجميلة بالقميص الأخضر، الناس للناس فلا تتكبري، إن كنت قد أطلقت حسرة معجب، عيناك إغراء وجوك شاعري. حي الجميلة بالقميص الفستق، لا حسن في الدنيا كحسن المشرق، إني يزلزلني سمار فاتن وبداوة الصحراء والخجل النقي. حي الجميلة بالقميص الأحمر، أزراره أنياب ذئب كأسري، وأنا جريء والتحدي لعبتي، إن عدت مهزوما فلست بخاسري.
حيت جميلة بالقميص الأزرق لون السماء بصدرك المتألق يحتاج غيما ممطرا وأنا هنا سيكون حبا مثمرا لو نلتقي حيت جميلة بالقميص البني من كان أخرس لو رأك يغني فالبن مر والشفاه تحبه والحب سجن فأمري بالسجن. الله 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 صح لسان صفقوا يا شباب. شكرا لك والله من الأعمال الكريم يا رب. نعم الشكر لك. أنتم أعزائي عزيزاتي المشاهدات أعزائي المشاهدين طالما أن قلنا المحكمة في النهاية شكرا لكم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمشاهدتنا. نلتقي دائما في يا هلا في أمان الله.